في توزيعات كتيرة جدا جدا للينكس يصل عددهم فوق ال 200 توزيع. ازاي من كل دول هتختار التوزيعة المناسبة ليك؟ في الفيديو ده هشرح معلومات بسيطة عن يعني ايه توزيعة والاساس اللي اتبنت عليه وازاي تختار المناسبة ليك على حسب استخدامك وعلى حسب امكانيات جهازك. خليكم معايا. في الاول انا كنت بفكر اعمل فيديو ازاي تسطب لينكس، وكنت اختار توزيعه من نفسي تكون مناسبه للناس والناس تسطبها ورايا وخلاص على كده، ولكن قلت مش كل التوزيعات هتبقى مناسبه للناس كلها. فجيب بالي فكره تانية، قلت طيب اعمل افضل 5 توزيعات من وجهه نظري لسنه 2020 بحيث ان الناس تختار ويبقى عندها اختيارات مختلفه تقدر تختار ما بينهم. بس قلت لا، هعمل حاجه مختلفه بحيث ما تحيرش الناس ويقدروا فعلا يختاروا التوزيعه المناسبه ليهم على حسب شويه معايير هنقولها دلوقتي. في الاول كده خلينا متفقين ان اكبر توزيعتين في لينكس هما ديبيان وارش. المطورين اللي ورا التوزيعتين دولت خدوا لينكس وبنوا فوقه مكتبه كبيره جدا من الادوات والبرامج، وده خلى التوزيعتين دول بالذات سهلين لاي مستخدم عنده معرفه متوسطه بلينكس، وعملوا مدونات تساعد الناس في الاستخدام وتكون مرجع ليك لو حبيت تعمل اي خطوه او تعديل، وكمان حطوا بعض المشاكل اللي قابلت المستخدمين عموما وطريقه حلها، وعشان كده كانوا اساس قوي لكتير من التوزيعات اللي بدات تحط وتزود على مكتبات البرامج ومجموعه الادوات، وبكده تكون توزيعه مبنيه في الاساس على التوزيع الام. ومعلومه عامه عن التوزيعات عموما، بيبقى اسمها مكون من شقين: اسم التوزيع ذات نفسه وبيئه سطح المكتب اللي انت بتتعامل معاها فوق التوزيع دي. طيب نيجي للسؤال هنا، اختار ازاي التوزيعه المناسبه ليا؟ هنا اقترح عليك شويه توزيعات وانت تختار ما بينهم على حسب المعايير اللي هقولها. اولا لو انت مبتدئ، دايما هرجح ليك اي حاجه معتمده على اوبونتو، اللي هو في الاساس معتمد على ديبيان، وده لان ديبيان ثابت جدا ومستقر، وأوبونتو عدد مستخدمينه كتير جدا ووراه فريق كبير جدا من المطورين بيشتغلوا عليه. فببساطه هيبقى متوفر ليك كل البرامج وكل الادوات اللي انت محتاجها، ولو قابلتك اي مشكله هتلاقي الحل بتاعها بسهوله. اولا لو جهازك ضعيف ومساحه الرام عندك 2 جيجا بايت او اقل، هنصحك بتوزيع اسمها لينكس مينت واجهه مستخدم اكس اف سي اي. واجهه اكس اف سي اي بتتميز ان هي خفيفه جدا على موارد الجهاز، والبرامج اللي موجوده جواها ما بتاخدش كتير من مساحه الرام، فتلاقي الجهاز بيتفاعل معاك بسلاسه وكانك مش مشغل جهاز قديم اصلا. ولكن هتضحي شويه بشكل النسخه، بس مع بعض هعلمك ازاي تظبط شكلها وتخلي شكلها حديث وعصري زي واجهات المستخدم التانيه الموجوده في لينكس، وده هيبقى ليه فيديو لوحده ان شاء الله. لو جهازك بقى متوسط او قوي ومساحه الرام فيه 4 جيجا بايت او اكتر، يبقى انصحك بحاجه من الاثنين، يا اما كي دي اي نيون يا اما باب او اس، وده على حسب انت بتفضل ايه. كي دي اي تبقى واجهه مستخدم خفيفه اخف شويه من الواجهه اللي موجوده في باب او اس اللي هي جنوم، واقرب شويه في تفاعلها معاك للويندوز، وفيها مميزات ان انت تقدر تعدل عليها اكتر من واجهه المستخدم جنوم، ولكن جنوم برضو بنسطب عليها شويه اضافات بتخليها تقدر تعدل عليها عادي مفيش اي مشكله. وميزه جنوم ان هي من غير ما انت تحط ايدك في الجهاز بتبقى شكلها جميل جميل حرفيا، انا بحب شكلها من غير اي تعديل واجهه جنوم، بس انا تفضيلي الشخصي كي دي اي، لان انا بلاقي ان واجهه كي دي اي بتاخد من الرام اول ما بتفتح تقريبا 500 ميجا بايت، اما جنوم بتاخد 1.2 جيجا. وسواء كده او كده على فكره ده اقل من ويندوز بكتير، ويندوز بياخد تقريبا 1.8 من الرام اول ما بيفتح، ليه ساعات بيوصل ل 2 و2.5 لو انت مسطب برامج كتير بتفتح في الخلفيه. ولو انت بتدور على الثبات وما يجيلكش تحديثات كتير للبرامج، بغض النظر عن ان اصدار البرنامج هيبقى اقل سنه صغيره، يبقى رشح ليك حاجه من الاثنين: لينكس مينت سينامون او لينكس مينت ماتي. ولو انت متعرفش امكانيات جهازك ومشغل ويندوز، روح على زيز بي سي واضغط كليك يمين، اختار اخر اختيار اللي هو بروبرتيز، هتلاقي مساحة الرام واصدار البروسيسور وقوته والمعمارية اللي مبني عليها الجهاز سواء 32 بت او 64. ولو عايز تعرف الكارت الخارجي عندك انفيديا ولا اي ام دي، روح على علامة البحث اللي جنب قائمة ستارت واكتب دي اكس دي ايج واضغط انتر، هيطلع لك صفحة، روح على تاني اختيار فيها من فوق هتلاقي فيه كلمة ديسبلاي، ساعتها هيبان قدامك انت بتستخدم كارت اي ام دي ولا انتل والاصدار بتاعه ايه. اما بقى لو انت مستواك متوسط في لينكس، انصحك تجرب مانجارو لو انت عاوز حاجه معتمده على ارش. وميزه ارش انه بيوفر لك اجدد اصدار للانويه بتاعه لينكس واجدد البرامج والتعريفات للجهاز، فالجهاز بتاعك بيشتغل بكفاءه اعلى وخصوصا في الالعاب، ولكن عيبه انه مش مستقر عشان ما بيختبرش السوفت وير بشكل كافي قبل ما يقدمه ليك. وتاني عيب في ارش ان صعب التسطيب وايجاد حلول له، لو حصل لك مشكله بيبقى الموضوع صعب شويه. عشان كده بقول لك استخدم مانجارو، هو واخد ارش لينكس كقاعده له، فانت هتستفاد بكل مميزات
سايت ارش لينكس، وفي نفس الوقت سهل التسطيب ومشاكله اقل والحلول بتاعته اسهل، لان مطورين مانجارو عاملينه بمفهوم ان هو يكون صديق للمستخدم. هتلاقي واجهات مستخدم كتير لمانجارو مختلفه تناسب احتياجاتك. لو جهازك ضعيف يبقى شغل XFCE ودي واجهه المستخدم الاساسيه، ولو جهازك قوي اختار واجهه المستخدم اللي تريحك، وممكن تختار بين الاثنين الكبار اللي هم KDE وجنوم. انا عن نفسي بحب مانجارو KDE. اما لو عايز حاجه معتمده على ديبيان وبتدور على الثبات في الاداء، او حتى جهازك ضعيف وعاوز حاجه تشغل جهازك، فانصحك بMX Linux. اما لو جهازك متوسط او قوي قدامك كذا اختيار، ممكن تختار KDE Neon او باب او اس او اليمنتري او اس او لينكس مينت لو انت بتحب لينكس مينت. لو انت محترف انصحك تستخدم ديبيان او ارش ذات نفسهم، وده لان زي ما التوزيعات اللي بتفرع منهم ليها مميزات، من المميزات دي ان من غير ما تلمسها هي متظبطه على اعدادات معينه تناسب المستخدم المبتدئ او المتوسط. برضو ليها عيوب ان في حاجات كتيره موجوده افتراضيا ممكن الحاجات دي تكون انت مش محتاجها اصلا، والحاجات دي موجوده جوه التوزيعه اشبه ما يكون بالطبيخ، كل مكوناته اتخلطت ببعضها واستوت على النار، فصعب تفصل مكوناته عن بعضها تاني. ولو نجحت في ده هتخسر قصاده حاجات تانية من الاعدادات الكويسه اللي بتبقى حطاها التوزيع افتراضيا. عشان كده ميزه كبيره ان ديبيان وارش بيسمحوا لك ان انت تبني النظام بتاعك من الصفر وتحط فيه الحاجات اللي انت محتاجها بس، بحيث ان اللي يهمك تسطبه واللي ما يهمكش ما تسطبوش، فبينتج في الاخر نظام خفيف ومتفصل خصيصا على قد استخدامك. اما بقى لو انت جيمر وعايز تريح دماغك، يا اما تختار مانجارو باي واجهه مستخدم انت تحبها، يا اما تختار باب او اس، يا اما KDE Neon. اليمنتري او اس ممكن يكون كويس معاك برضو في الجيمنج، يا اما تختار MX لينكس لو انت جهازك الى حد ما ضعيف وعايز تشغل عليه العاب وتكون عاوز توزيعة معتمدة على ديبيان. لو وصلت لحد هنا من الفيديو احب اشكرك، وفي ملحوظة حابب اقولها لك، اي توزيعة انت تختارها مش هتحبسك جواها، لينكس مفتوح المصدر وتقدر تعدل عليه زي ما انت عاوز براحتك، المهم ان يكون عندك القدر الكافي من المعلومات اللي تأهلك ان انت تعمل التغيير ده، وانا هحاول اساعد الناس ان هم يوصلوا لده فعلا. واللي بيفرق فعلا توزيعة من توزيعة تانية هي نقطة البداية والاعدادات المسبقة اللي بيبقوا حاطينها في التوزيعة عشان تساعد المستخدم وتوفر عليه وقت ومجهود. وبس وبكده نكون خلصنا. يا ريت تقول لي رايك في الفيديو لانه يهمني جدا، واقل كلمه بسيطه منك بتشجعني ان انا اكمل على فكره. ولو قابلتك اي مشكله في الكمبيوتر عموما اكتب لي تحت في التعليقات وانا هحاول اساعدك على قد ما اقدر. ولو انت على اليوتيوب اشترك على القناه، ولو على الفيسبوك تابعنا. سلام.